نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع معالي الوزير رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية بموضوع البنزين وغير البنزين، وحضرتك أشرت إلى هذا الموضوع، ولكن صحيفة الديار تقول ما في مشكلة بفرض ضريبة 5000 ليرة على صحيفة البنزين، لكن المشكلة وهيدي عند الناس حاسينها أنه السياسيين بأكثريتهم في فساد، والتالي ما جرى واضح بموضوع النفايات بالترحيل وتوزيع الحصص، بقى أنه حيروحوا 5000 يمكن يدفعون الناس، هؤلاء الناس يمكن بدنا نقول من طبقة يلي بيشتغلوا عادة على الطريق بشوفرية تاكسي وغيرهم، بس مش مأكدين حيروحوا على المحل المزبوط هالضريبة. شوف، في شيء اسمه علائم وإشارات بتبلش تدل على الانهيار. من هذه العلائم انه كل فعل لازم تبتدي تعمله بيلتقى لك مناخ بيشكك في مقاصده والى اين سيصل. مثلا بنتذكر الست قصة النفايات يلي عجز الشعب اللبناني وقياداته عن ايجاد مطمر، كأنما كنا قبل ذلك نطمر في السماء. أيوة. واخذت طابعا حادا وصل الى استنفار الخلافات الفقهية بين المذاهب. انا هون ما بعمل اذا هني ما عملوا، وبين الاديان. ايوة. فشل كامل. حكينا بالتحفيز، حكينا بالمناقشات، الشارع امتلأ بأبطال البيئة الأشاوس، خبراء، وكلهم خبير. اوكي. وكلهم حريص على كل سنتيمتر تحت الارض. ايوة. وكلهم لا يعير التفاتا لمن يعيش فوق سطح الارض. وبكل منطقه في شي 20 مكب عشوائي. نعم. الان مثلا بعكار عم يستجدون للاخوان اللي بالشارع انه بدنا نحولكم هالمكب بالعشوائي الى مطمر، الى مطمر حديث لاهل عكار. ورغم ذلك فهناك من يعني هاي فرصه اوكازيون بيطلعوا فيها ناس بيحبوا يطلعوا على التلفزيون، ناس بيحبوا يستفيدوا، ناس بيكونوا مخلصين، لكن نحن صرنا بحاله انه اي شيء بتطرحه في دائما عم بيقول لك وبركي. هلا بنقول لك على قصه لندن، على قصه بركي بدنا نحكي على لندن بعدين، بس مشان الانويه سياق بتصل. اذا كان الخزينه بحاجه لفلوس بدك تلاقي لها موارد، ما فيك انت بحجه انه بركي سرقتوا الموارد بطل تجيبها، هذا اسمه عدميه وعبثيه. شرح لنا وزير الماليه الشيء اللي على قد قدرتي الاستيعابيه فهمته، انه لما بيكون انت عندك الانفاق زاد عن الحدود المعقوله للايرادات وبتضطر انت للاستدانه مشان تعمل التوازن، وبيزيد العجز اكثر من الحد المسموح به، نعم، بصفي انت محطوط امام المرصد المالي الدولي بعين الشبهه، فعندما تصبح مشبوها رسميا مكشوف ينكشف وضعك المالي ويصبح الانهيار. واول ما يبدا بالليره كما كان يقول علماء الاقتصاد، اخطر ما يمر في بلد ما أن يصبح أن يلسع النقد الوطني أنامل أصحابه. تعرف شو بيلسع يعني؟ تمسكها بتغلي بتكبها. بس يشوفوا بمحل تاني وين المصريات عم بتروح. نعم. مظبوط، في عروض كانت كتير منخفضة وما قبلتوا فيها لما بدكم تغيروا القرار. هلا بعد ما خلصنا وعملنا الاتفاقات اجيكم عرض أقل. وعملنا الاتفاقات وحطينا الكفالات وأصبح الأمور قيد التنفيذ. طلع لنا مثل ما فهمت شركة ملابس بحياتها ما نقل ربع كيلو بدأت تنقلكم النفايات، ووجدت بالميديا مين يحتضنها. وقالوا لنا انه لا وقفوا بالاول. انا لم ارى في ذلك الا محاولة لاعادتها سيرتها الاولى
منشان نرجع بيصير النفايات لا بالبر ولا بالبحر، بصير يجب ان نبحث عن مكب جوي. نرجع على التمر مش مقبول. لا بدك تطلع لفوق على الغيم. هلا فعلا في ترحيل؟ نعم شو في؟ نعم. وبكلف غالي كثير. بكلف اغلى مما كانت تدفعه الدولة للسكلين، بين 20 والـ 40 مليون دولار. وفي في محاصصة اكيد، في توزيع اموال. يعني سلمان انا بصراحة عم تسأل واحد ما بيعرف يجاوب. لا بكفي هالجواب، هذا جواب اللي بدي اياه انا. على كل حال صحيفة السفير اشارت الى موضوع الانتخابات. بس انا هون واقف شوي بدي اقول لك. انا عندي ثقة كلية. نعم. بشفافية كل من الرئيس سلام والوزير شهيب. اكيد. انا ما بدي اقول وانا على يقين مطلق. ايه. انه عملوا شيء مع مجموعة من المساعدين. نعم. الراقيين فنيا وخلقيا. نعم. وعاملين امر ما بيستحوا فيه. نعم. والوزير شهيب ليل نهار كان عم يشتغل. نعم. مزبوط. اما شو في احمر اظلم الكل. نعم. لازم الواحد يكون منصف. اكيد. لا طبعا. تقول السفير انه حسم موضوع انتخابات البلدية، وكنا عم نحكي انه اشارت الى كلام الرئيس بري انه موضوع الرئاسي صار بالثلاجه، علما قطعنا كانون والثلج والجليد. بقى كيف هلا فجاه بتعملوا انتخابات بلديه ومش قادرين تنتخبوا رئيس جمهوريه ومددتوا لمجلس النواب؟ في خلط اوراق عجيب غريب. ماني رايد لك على الحلقه انه تكون هالقد يعني مكفهرة يعني. نعم. ولكن الوضع مكفهر. هو هيك وعبوس. نحن بلد الآن يستمر في استقراره. نعم. أول شيء على رغبة عميقة دفيني عند اللبنانيين أنهم ألا يذهبوا إلى القتال، هذا اللي قادرين نهدي. نعم. ثانيا من يديرون المطحنة الدموية في سوريا وفي العراق وفي الشرق الأوسط ربما يحتاجون لمكان آمن فيه مصارف ومطار ومرفأ ومستشفيات. لقيوا هالبلد؟ هذا البلد حتى الآن هو حاجة لوجستية. أيه. لمديري المطحنة. ثالثا نحن الآن نعيش على رصيد قديم، هو أن لبنان لم يكن يوما من الأيام دولة من دول الاستبداد كما كانت دول الجوار. نعم. هذا بحد ذاته جعل له رصيدا يستطيع أن يتكئ عليه وأن ينفق منه في الساعات الحرجة وهذا ما نفعله. نحن هلأ ساحة اختبارات، يعني كل شيء موجود عندنا. لذلك إذا في إمكانية نعمل انتخابات مختار بعمل. بس شو بتقدم بتأخر؟ بتقدم شو ديمقراطية؟ يعني أنه الشعب عم بيمارس حقه بالانتخاب؟ لا يا سلمان خليني أحكي معك هلأ بشوية بأرقام. أنت بتعرف أنه قسم كبير من الدول المانحة ومن الجهات المانحة انفاق الاصلي بيكون بواسطه البلديات. ليش؟ انت لما ما بيكون عندك بلديات يعني انت ما في عندك وعاء يتلقف هذه المساعدات. ثانيا في بلديات نجحت جدا في عملها. صح. منا بلديه جبال. بلديه جبال تحيه لها مع بلديه الزوق. بلديه بيروت. نعم. في بلديات بالجنوب، في بلدية الغبيري. نعم. نحن نأمل انه يكونوا هدول نماذج للبلديات الفاشلة. ايه. من شان هدول اللي بدون يجوا جديد ما يطلعوا على اللي سبقهم، يطلعوا على هالناس اللي شافوهم بحالة نجاحهم. الأمر الآخر لما أنت بتعمل انتخابات بلدية تسقط كل الزرائع التي يمكن ان تتحصن خلفها لمنع انتخابات نيابيه. اللي بيعمل انتخابات بلديه قادر يعمل انتخابات نيابيه، صار ابي فور ريزون بيقدر يعملها. هون بيت القصيد. نعم. اذا بدنا نقول. نعم. طيب عال ان شاء الله خير. على كل حال
صحيفة المستقبل حكيت عن موضوع الانتخابات البلدية أيضا، أنه موضوع الديمقراطية وإعادة الحركة، ولكن موضوع جزين الأموال أيضا، انتخابات فرعية بجزين. شوف، أموال جزين بعتقد موجودة عند وزير الداخلية. بس أصر وزير الخارجية على ذكر ذلك من شان يختم انتخابات جزين بمحضر مجلس الوزراء. طيب منيح منيح. هلا حتصير يعني قبل البلديه بعدها مع بعض. مع مع بعض تصير انتخابات فرعيه. بعدين بنروح بجزين في ثلاث صناديق، صندوق مختارين، صندوق بذات الوقت. اي نعم. طيب عاد يسجل انجاز يعني اذا بدنا نقول كويس لهذه الحكومه. كويس. موضوع الرئاسة اللي حكينا انه الرئيس بري قال صار بالثلاجه، كلام كثير من كل الاطراف، من وزير فرنجيه، من جنرال عون، من كلام السيد نصر الله. البعض بيقول انه ما عم يفهم شو عم بصير، وعدنا الى نقطة الصفر بعد كلام السيد نصر الله. حبينا اثنين، تغزلنا باثنين، ما عرفنا منو الرئيس، مش معروف. حدا بصح له اثنين وبيحتار بيناتهم. شوف الاخ غازي العريضي، نعم، من جملة الصورة السوريالية اللي عم نشوفها، شرح قال لي شوف الصقر 14 اذار اختار صقرا في 8 اللي هو الوزير الفرنجي. طيب. والصقر الاخر اختار صقرا في 8 اللي هو الدكتور جعجع. نعم، اختار الجنرال. هلا اذا بدك تفسرها بميزان الربح والخساره، في فريق اجى لعند فريق اخر قال له شرف واحكمني. حلو. الفريق الاخر قال له ما تطق ما حاحكمك. ليه؟ شو في؟ لانه الظاهر انه البلد لازم يضل هيك غير محكوم. هيك محكوم. نعم. هلا 8 شباطن غير الثمان، ويعني حساب للارقام والجلسه يقال انه خلص حتكون ما فيها نصاب، يعني واضح الموضوع لحد الان، ما حينزلوا اثنين ويصير عمليه ديمقراطيه وانتخاب واحد منهم. اعوذ بالله، ما خلص. شوف شوف، في شيء يعني انا ما بدي انت بتعرفي انا ما عندي طريقه السجال، انا ما بحب سجل ولا لا ما عم نسجل، بس انا عم فكر بصوره ديمقراطيه. لما في اقليه بتقدر باقليتها بعدد الاقلوي تمنع الانتخاب بتعطيل النصاب. اوكي، فلنقل ان هذا حق له، ماشي. بس لما هالاقليه بتقول ما بروح الا ما امن انه مرشح اللي بده يطلع، انقلب الميزان، صار اللي بده ينتخب هو بتنتخبه الاقليه مش الاكثريه. هو عاده بدك تفرز الصندوق، اللي بياخذ اكثر بيربح. هي اللعبه، اللي بياخذ اقل بده يربح. شفتها وين؟ حقيقه مش حتصير هذا، او ممكن تصير. ما بعرف بيصير، انا بقول لك بيصير، كل شيء بيصير، كل شيء بيصير لما بينهار البلد، كل شيء بيصير. لانه امنوا لي النصاب، نحن جاهزين لنشارك. هيك لا، مش امنوا لي النصاب، امنوا لي النجاح، امنوا لي يعني انتخابه للجنرال عون لمرشحنا. انا لم ارى ان هذا له علاقه بالديمقراطيه. نعم. انه كيف من ينتخب الرئيس هو هم الاقليه، ما هيك؟ نعم. على كل حال لنشوف التنين، وما بعد نهار التنين راح نتابع معك مع الوزير رشيد درباس القسم الاخير من كلام بيروت. ابقوا معنا مشاهدينا.